طبعا النازل من طلعوا النازل فاقدين للمأوى وفاقدين للممتلكات. أدنى حاجة يعني نازل سرائر ما عندهم لأسع ما دخلوا جوا يطلعوا حاجاتهم من جوا. ما في أقل شيء يعني ولو سرير. إن إحنا أسع خايفين على الأطفال أكثر شيء لأنه ما متوايدة إنارة بالليل خاصة. يعني نازل لا في إنارة. يا داب الموية وصلت. نحن الموية كنا بنجيبها بالتناكر من خدمات المصفى تجينا من هناك. نحن دورنا كدور صحة قدرنا نوفر الحمامات عدد 10 حمامات وهي غير كافية بالنسبة ل 425 أسرة موجودة في المعسكر. حمامات غير كافية اليوم. المطبخ كان في جهات بتجي في منظمات شغالة في المطبخ حاليا. يعني يمكن شغل الناس براهم كل يوم على أسرة أو ثلاثة أسر يشتغلوا في المطبخ. حاليا ما في زول بيطبخ اليوم. عندهم وجبات معينة يعني ما في تنويع في الوجبات. عندهم وجبات معينة بيأكلوها يومي يا عدس يا فول. بسم الله ما شاء الله. فين مريم؟ أستاذة أشرف خلق الله أجمعين. أتكلم عن الفيضان. الفيضان كان الحمد لله ألمى بمنطقة طرملي 27/8 وكان في أثناء صلاة العشاء. المهم الأسر اللي كانت دخلت طرملي ما يعادل 400 وكسر وفي حين بقية الأسر حتدخل يعني بعد مباشرة بعد الخريف إن شاء الله. 400 وكسر دي كلها طلعت بأطفالها والعجزة وشبابها وفقدوا كل المأوى ما كان عندهم مع إنهم في ناس دخلوا وعادوا البناء والتعمير مرة أخرى. الحاجة الثانية حرفة الأهالي كانت الزراعة أغلبهم شنو زراعة. من العام الماضي لحد العام الحالي حرفة الزراعة كانت ما لا واقفة. الآباء ما قادرين يشتغلوا أي شغلة لأن حرفتهم الرئيسية شنو الزراعة. المحاصيل انتهت من بصل من الموز من البطاطس المحاصيل الضعيفة كلها. العلف فقدوا في ناس فقدوا بهائمهم اللي هن كانوا عيشة وسبل كسب العيش منها. الحاجة الثانية فقدنا كل المدارس. مدارس الأساس مدرسة الأساس متكون من نهرين للبنات ونهرين للبنين وأيضا الثانويات كلها اتفقدت. عندنا عدد كبير من الطلاب فر في العام الماضي واحتكم على حسب وجود الأسرة في المكان اللي هي مشت لقت فيه إيواء. تلاميذنا من أميز التلاميذ في محلية بحري وأنا بقول الكلام ده وربنا سبحانه وتعالى شهيد على ذلك بحكم أنه حصل تلاميذنا حصلوا أكبر المجاميع اللي هي تلميذتنا حصلت 277 ولو كانت داخل وطرملي كانت حصلت 288 الحمد لله. تلميذاتنا كلهم في 270 الحمد لله وتلاميذنا أيضا الآن أصبحوا تلاميذنا وأطفالنا مشردين. دليل حسن البيان بالعمل هو المخيمات موجودة وهنا ديل أخواتنا وأمهاتنا وزميلاتنا كلهم موجودين في المخيم ويعانوا ما يعانوا زي ما قالت بنتنا نهى فاتح زي ما ورد المعاناة اللي بيعانوا منها السكان من ناحية السكن من ناحية من أي شيء حتى الإعاشة. يعني المهم والله أهل الخير أنا ما بقول وقفوا عاجزين لكن والله ما قصروا والحمد لله.